سي وليد جلال؟ جوهر وطارق كالعادة معناتها هما، رغم اللي عندهم نفس الموقف راهو قبل 25 جويليا. إيه؟ نفس الموقف قبل 25 جويليا وديما نجيو لهنا وعندهم نفس الموقف كانوا يتريطحوا علينا، مرة جوهر مرة طارق. وهذا نفس الموقف باهي. كونه 25 جويليا راهو نتيجة، وكان ما عملوش قيس سعيد كان باش يعملوا أي طرف آخر. ولا كان نهار الدولة وتعزيز الكلام طارق صحيح، شوكة الدولة مع قيس سعيد، سينو ما نجم يعمل حتى شيء بخلاف مؤسسة الحاملة للسلاح، بخلاف الزوز دبابات اللي مشاو سكروا البرلمان، ما نجمش باش يعمل القرار. نفذ بأجهزة الدولة، وأنا عندي ثقة كبيرة في أجهزة الدولة قبل الثورة وبعد الثورة، وعندي ثقة زادة تو اللي البارونتيز هذا بيسكروا أجهزة الدولة زادة. خليش العبث هذا، فماش العبث هذا، والناس بتقعد تتفرج وبالطريقة هذه راه مش يبقاو يتفرجوا. وعندي ثقة مطلقة اللي فوق توصل الحد الأدنى للمصلحة الوطنية، الناس هذه ما تخليش يكون يعبث بها، كيما ما خلاتش اللي عبثوا بها قبل، كيما كيف حتى وقت نظام بن علي. قلت لي خرجت الناس مع الإرادة في الثورة وخرجت الناس مع الإرادة الشعبية، تعرفوا مؤسسة الجيش الوطني كانت في صف الشعب التونسي، وحتى المؤسسة الأمنية كانت في صف الشعب التونسي وقت اللي ساي كيف 25 جويليا كيف. أنا عندي ثقة في الأجهزة هذه اليوم أمام العبث اللي قاعد صاير. بربي خليني أقول لك جوهر طارق، قلت جوهر طارق 25 جويليا والتلقي، شكون ما يمنع رئيس الجمهورية؟ وكم هنا عيتنا يلزم نشغلوا الدبلوماسية، راهي الدبلوماسية والملف الخارجي عند رئيس الجمهورية بيجيب الفاكسة، راهو رئيس الجمهورية يلزم يعزز علاقاته ويلزم يدخل، راهو رئيس مش معناتها حكومة هشام مشيشي فشلت في توفير اللقاحات والاستراتيجيه الكامله والأكسجين. ومش حكومه هشام مشيشي فقط، لانه زاد كيف وقت اللي عطلنا حكومه ياسر فخفاخ وتعطلت وقتها توقفت الاستراتيجيه، فم الدال المشكل فم وقت اللي كان دافع زاد رئيس الجمهوريه على الياس فخفاخ، رانا ما كناش نوصلوا في الوضعيه هذه. علاش نقعدوا نرجعوا؟ خليني نقول لك ايمان، هاني باش نقول لك، دخلنا في الشهر الرابع، هاني باش نقول لك حاجه. رئيس الجمهوريه وفر لقاحات ايش وفرها؟ لقاحات ايش؟ لي دون تاع لي شنو لي دون؟ ايوا الهبات الدولية. هو رئيس الجمهورية مش انا بعد 25 جويليا، راهو قبل وقت اللي توجه وراو في كبارات رجالة الدولة تجري باش تتصور مع السفراء دول الأجانب اللي اليوم قاعدين نحكيو على السيادة الوطنية والهبات بالملايين نتاع التلقيح، وبعد نوليو نعملوا في العنتريات ونقولوا احنا سياستنا وانا منعت التوانسه 8 مليون تلقيح جاهبات من الولايات المتحده الامريكيه ومن الاتحاد الاوروبي ومن السعوديه ومن تركيا ومن الكويت ومن الامارات ومن قطر، وكلهم دعموا الشعب التونسي. ولا دينار واحد خرج من خزينه الدوله، ولا دينار واحد، فوتوا هذا الكل. الجمهورية بين الجمهورية الرابعة والجمهورية الخامسة في فرنسا. الحالة الاستثنائية دامت أربع أشهر هكا ولا أربع أشهر. وين ماشيين بالحالة الاستثنائية؟ الحالة الاستثنائية هي الاستثناء ولينا نعيشوا فيه اليوم. كي باش تمشي تبدل القانون الأساسي للمجلس الأعلى للقضاء، بلا حق في الاستثناء تبدل القوانين الأساسية وتحل هيئة دستورية بالاستثناء. الاستثناء باش تسير الدولة، باش تاخذ كل السلطات تسير، باش تبدل قوانين، باش تغير، باش توقف قوانين، معناتها قانون أساسي مسألة القضاء باش تبدله وتقول لي ما فماش تداخل بين السلطات. ها هو المشكل. تقول لي 10 سنين فشل، 10 سنين فشل، إيش باش نعملوا اليوم؟ اليوم كيفاش باش نخرجوا؟ ما هو قرر الجمهورية كل استفتاء في الدول العربية يتسمى بيعة، هذا تصريح. راهو اليوم ماناش مع قيس سعيد ما قبل رئيس الجمهورية. أنا توحشت قيس سعيد أستاذ القانون الدستوري والمرشح، ولا توحشت ما واقف راهي اليوم، ما واقف قيس سعيد أستاذ القانون الدستوري تتعارض تماما
مع مواقف سعيد. لأنه البس جبة الدولة. اللي يلبس لا 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 يعطي في مواقف بناء عن تقارير. لا 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 اللي يلبس إيمان اللي يلبس جبة الدولة اللي يلبس جبة الدولة ما يزرعش الحقد والكراهية بين التوانسة، ما يوصفش التوانسة جزء من التوانسة بالحشرات، ما يوصف جزء من التوانسة يقول يا توانسة تهروا التوانسة سواء كنتوا قضاة ولا كنتوا مواطنين. اللي يلبس جبة الدولة ما يفرقش بين التوانسة، وكل خيط يجمع بين التوانسة ما يفرقش، لأنه هو رئيس الفاسد والطالح، وفما سلطة قضائية خليها تخدم، مش يهرسل في السلطة القضائية اللي يلبس جبة الدولة. وأنا هي جبة الدولة، جبة الدولة تحب تعدي اللي فما دولة تعطي 500 مليون دولار الحساب في شخص، كيف شنو هذا يا سيدي؟ الشخص خذاه به والدولة اللي اعطته 500 مليون دولار ما تحسبش، ما عندهاش شكون يحاسبها يا غادي. معناتها كلام معقول، كلام يضحك، راهم الناس قاعده تضحك علينا. هذاك علاش اليوم شوكة الدولة ما تقبلش الكلام هذا، ما تقبلش المهزلة هذه، وما هيش مش تقبل المهزلة هذه لأنها تعرف الدولة، لأنهم ناس يعرفوا كيفاش يسيروا الدولة وعندهم مفهوم الدولة. اليوم وقت اللي نحكيه على وين هو محاولة اغتيال سيد رئيس الجمهورية، وين هو الجواب المسموع؟ وين سيتو يا توانسة؟ وين قضية الحديد؟ وينه؟ وين المدينة الصحية في القيروان؟ وينهم يا ولدي؟ وينه تخفيض في الأسعار؟ وينه؟ وينه اللي قال مجلس وزاري الارتيكل 38 الأمر 38 اللي قال باش نعرضوا على المجلس الوزاري؟ وينهم 10,000 دكتور وناس كل ضام؟ به احنا فشلنا وعشر سنين فشل، ما نحبوكش تفشل كيف نسيت؟ ثلاثة شهور؟ في أربع شهور كانت مؤسسات تتعارك تتعطل. ثلاثة شهور؟ لا في أربع شهور عندك أمر. عثمان جراندي وزير الشؤون الخارجية وزير الشؤون الخارجية أكد بأنه الرئيس قاعد بصدد التجاوز وأنه سيقع الإعلان. تعرف قانون باش يخرج قبل؟ قانون باش يخرج قبل؟ تحكي مقارنة بأربع شهور بعشر سنين، قانون باش يخرج قبل تعتقد باش يقعد ولا يخرج؟ تقريبا ستة شهور بالقانون بالدستور، يكون مشروع قانون ينظر فيه مجلس وزاري ثم يتعدل البرلمان، تنظر فيه لجنة تشريعية في البرلمان ثم مجلس ثم جلسة عامة، تحب له أقل شيء تعرف تو القانون فاش فقتاش يخرج ولا في لحظة هي مرسومة في ساعة ستة شهور تعوضوا بساعة تو ساعة يصحح رئيس الجمهورية. سامحني وينهم العشر ألف دكتور؟ شو نعملوا لهم؟ وينهم السبعين ألف عمال الحظائر اللي سيد اللي مجلس النواب السابق الكارثة صادق عليهم وهو أمضى فيهم؟ وينهم؟ وينهم؟ تحب تحاسبه في ثلاثة شهور؟ قلت لك قبل هذا كل في ثلاثة شهور يودي قلت لك في فرنسا ثلاثة شهور بكامل السلطات مش ثلاثة شهور في فرنسا في فرنسا في أربع أشهر في أربع أشهر بالفصل 16 من الدستور الفرنساوي تأسست بنينا جمهورية خامسة بين الجمهورية الرابعة والجمهورية الخامسة. ايوه تحكي انت على ارتيكل 38 نتاع اسمعني ايمان ايمان عايش يمشي خدامهم ايمان ايمان لا عاد شنو يمشي؟ لا هو قال تونس فيها برشا فلوس وقال الفلوس اللي تشوفوها في نشرات الاخبار. يا توانسة نذكركم نحبكم تقعدوا تسمعوا قايد سعيد من ولا رئيس الجمهورية قبل وتعاودوا تسمعوه تو تفيقوا حياتكم وحياتكم تو تخرجوا من التخميرة وحياتكم. وانا كان يعمل هذا كله انا كان يعمل هذا كله قيس عيد كان يحل المشاكل. قلت لك قانون قبل تقول ليش اربع شهور وثلاثة شهور ايمان؟ قانون اللي قبل باش يخرج تحب له ستة اشهر، الستة اشهر في الاستثناء مقابل نهار يوم معناتها حل مشاكل التوانسة وردها امام الكيخون اليوم.